إذا ما اتخذ قرار فإنه لا أحد يمكن أن يثنيه عن قراراته. تأثرت كثيرا عندما أعلمني بهذا القرار يوم أمس، وكنت أود أن أقنعه، ولكن أنا أعرفه جيدا، ولكنني علي أن أذكره دائما، وهو يعرف ذلك، أن هذا النادي هو بيته، ولم أكن متحضرا، لم أكن جاهزا لمثل هذا القرار. وأعرب أنه ليس مستعد لمواصلة تدريب ريال مدريد، وأنه مقتنع برأيه وبعد كل ما حققه من إنجازات رائعة مع النادي. وأريد أن أتوجه له بجزيل الشكر على تفانيه، على اجتهاده، وعلى كل ما قدمه لريال مدريد في هذه السنوات الثلاث، وخاصة على تصرفه المثالي مع النادي ومع اللاعبين ومع الجميع. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا هو